أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقائق لتصحيح المفاهيم وترقيق القلوب. هيكون معنا بإذن الله فضيلة الإمام الدكتور محمد عبد ربه إمام وخطيب وزارة الأوقاف للإجابة على أسئلة الحلقات. وسؤال حلقة النهاردة: هل يمكن إعمال العقل في فهم النصوص الشرعية وما هي ضوابط ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين. وبعد، في إجابتنا على سؤال معاليك نقول إن كل من يقول إن إعمال العقل ممنوع في الإسلام فإنه يهرف عن هذا الدين بما لا يعرف، لأن إعمال العقل ليس كما يظن الكثير من المسلمين هو شيء ثانوي يفعله المسلم أو لا يفعله أبدا، بل هو ركن أصيل من أركان هذا الدين. يكفي أن نسمع الحق سبحانه وتعالى يعيب عن الذين لا يعملون عقولهم فجعلهم متساوين بالحيوان والعياذ بالله، فقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. بل جعل الإسلام تعطيل العقل ذنب يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، فقال ربنا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وإذا تطرقنا إلى قضية إعمال العقل في النص الديني على وجه الخصوص، نقول إن القرآن الكريم هو الذي علمنا ذلك في كثير من آياته البينات. نسمع إلى قول ربنا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقول الله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالمسلم يباح له ومن حقه أن يعمل عقله في النص الديني، ولكن بشرط: أولا، ألا يكون إعمال العقل في المعلوم من الدين بالضرورة والذي ثبت بالنص القاطع الصريح الصحيح في القرآن والسنة. على سبيل المثال لا الحصر، كقضية تقسيم الميراث، فلا يأتي من يقول: أعملت عقلي فهداني إلى أن هذا التقسيم فيه إجحاف بالمرأة، لأنه بذلك يهرف بما لا يعرف وينسب الظلم إلى المقسم الأعظم وهو الله رب العالمين. ولأنه لا يمكن أبدا أن يتعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول، فدور العقل التفكر في النص وتدبر الوحي المعصوم، وليس دوره أن يحكم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا المبدأ عندما أرسل سيدنا معاذا إلى اليمن يعلم الناس هذا الدين، فقال: يا معاذ، بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله أولا. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله ثانيا. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. هنا إعمال العقل يكون في المسائل الاجتهادية التي لم تثبت بنص صريح صحيح وأجمعت عليها الأمة سلفا وخلف. هناك من القضايا والمسائل المستجدة عليها كثير من الأدلة تأخذنا إلى هذا الرأي أو ذاك، هنا يعمل الإنسان عقله في هذه القضية. الشرط الثاني: أن إعمال العقل في النص لابد أن يكون بعلم، لابد أن يكون بعلم، ونؤكد ونكرر على هذا المبدأ، لأنه بلا علم تحدث ما لا تحمد عقباه، والقرآن الكريم هو الذي علمنا ذلك. ننظر مثلا إلى سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه، عندما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال سيدنا عدي: عمدت إلى عقال أسود وآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر طيلة الليل فلا يستبين لي شيء، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: يا عدي، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني بهما رب العالمين الليل والنهار. هنا سيدنا عدي فهم النص بعقله، ولكن هذا الفهم هداه إلى غير مقصود الشرع. فكل إنسان يريد أن يعمل عقله في النص عليه أن يعمله، ولكن بعلم، لأن إعمال العقل في النص بلا علم هو الذي ولد هذه الجماعات المتطرفة. فآفتها أنها أباحت لنفسها وأتاحت لنفسها أن تتعامل مباشرة مع النص الديني، فاستنبطت بعقولها المأفونة أحكاما تخالف تماما صحيح القرآن وصحيح السنة المطهرة. إذن إعمال العقل في النص الديني
الديني لا حرج فيه، ولكن بشرطين: أولا أن يبتعد العقل عن المعلوم من الدين بالضرورة، وثانيا أن يعمل الإنسان عقله في هذا النص عندما يمتلك أدوات العلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت فضيلتك، ونفعنا الله وإياكم والسادة المتابعين دائما بكل الإجابات القائمة اللي حضرتك بتفضل بيها في البرنامج، وإلى أمل في حلقة قادمة.